بعدما فشلت المفاوضات في الزبدان لتمرير المرحلة من دون معركة بين حركة أحرار الشام وحزب الله، شنت الحركة نفسها في محافظة إدلب شمال سوريا هجوما كبيرا على بلدتي كفريا والفوعة التابعتين للنظام السوري، فنجحت بربط مصير البلدتين في إدلب بمصير الزبدان في ريف دمشق، معادلة اختلف الطرفان في تفاصيلها كي يعود كل منهما إلى بندقيته لفرض شروطه. ما يجري الآن في الزبدان أو في كفريا والفوعة هو عض أصابع بانتظار من يصرخ أولا. بنود المفاوضات تكتبها التطورات الميدانية سواء في الزبدان أو في كفريا والفوعة. حزب الله والجيش السوري يحاولان أن يحسمان بشكل سريع في منطقة الزبدان لإخراج المنطقة من المفاوضات، وتصبح المفاوضات بين مناطق بين بلدات الزبدان مضايا وبلدان ووادي بردة مقابل كفريا والفوعة. والمعارضة المسلحة تحاول الصمود فترة أكثر في الزبداني وتجديد الخناق على كفريا والفوعة لفرض شروطهم أيضا وعدم إخراج مدينة الزبداني من المفاوضات. معقل المعارضة المسلحة في الزبداني هو البلدة القديمة وحي المحطة من الجهة الشرقية، أما حي الجمعيات فسيطر عليه الحزب كما حاصر المعارضة من حي الزهراء وحي السلطان في الجنوب الشرقي، ولكن الزبدان لم تسقط رغم أنها مكشوفة. أهم عامل لعدم سقوط مدينة الزبدان هو وجود غرفة عمليات مشتركة تقودها حركة أحرار الشام. العامل الثاني هو أن كل المقاتلين الذين يقاتلون في مدينة الزبدان هم من أبناء الزبدان. ثالث عامل أن أهالي هؤلاء المقاتلين موجودين بمعظمهم في هذه المدينة، مما يشكل عامل ضغط قوي جدا على المسلحين الذين يقاتلون داخل المدينة. رابع عامل هو أنه لا يوجد ممر للانسحاب، فبالتالي على المقاتلين أن يقاتلوا بشراسة وأن يدافعوا عن مدينتهم. الزبدان ورغم أنها ساقطة عسكريا باعتراف القيادة المركزية لأحرار الشام ومحاصرة من 180 نقطة تابعة للنظام السوري، إلا أن المتابعين للتطورات في سوريا يرون أن الحزب لم يخد أشرس من المعركة هناك حتى الآن.